معانا تليفون. إيمان، أهلا وسهلا. أستاذة دعاء، أهلا يا حبيبتي، اتفضلي وأنت طيبة. أنا بحبك جدا في الله والله، وبحب الشيخ أحمد والله. الله يكرمك يا رب. الله يكرمك. كان عندي مشكلة مع ابني الصغير والنبي شيخ أحمد، ربنا ما يجيب مشاكل يا رب. ولا مخليني، بص بكلم نفسي وبعيط ليل ونهار، ما بيسمعش كلامي نهائي. طب بالراحة بس، هو عنده كام سنة؟ عنده 24 سنة. 24 ولسه سنة. كانت خطوبته الأسبوعين اللي فاتوا. طيب يعني هو بيتعامل معاك ازاي؟ قولي لنا. بيتعامل ان انا عدوته مش امه. ليه يا ايمان؟ مش عارفه بعامله بما يرضي الله، وانا مربياه 24 سنة ام واب. لا يعني هو عارف ميعاد فرحه وما جاش. ماشي، يعني انت منفصلة؟ ايوه انا منفصلة. مش انا كلمتك مرتين قبل كده؟ مش واخدة بالي يا حبيبة قلبي. طب احكي لي كده سريعا تاني. ولا مش عارفه، تعب لي اعصابي يا استاذه ايمان، استاذه دعاء، تعب لي اعصابي ومهما اكلمه ومهما اعمله. يعني هو اتغير معاكي مثلا من سن المراهقه مثلا، بدا يرد عليكي وكده ولا ايه؟ لا، اول من يومين كده كان في مشكله، وقعد اخوه الكبير واصحابه كده يقول له الست ديت دوختني معاها وانا صغير. انا كنت باخده معايا الشغل، اوديه المدرسه، اوديه حضانه، اوديه نادي، ام واب. طب هو دي حاجه مأثره في نفسيته يعني؟ مش مأثره في نفسيته. طب انا اعمل ايه؟ ابوك ما بيسالش، انا ذنبي ايه؟ يعني هو نفسيته فيها، عنده مشكله نفسيه. ما تعرفنيش، وافضل اقول له صلي قرب من ربنا. متعلم، ده مهندس يا استاذه ايمان. طيب بصي يا حبيبه قلبي، مش هو بتقولي خطب؟ وخطب لسه، خطبته كانت الاسبوعين اللي فاتوا. واحده كويسه يعني؟ ايوه، في طيب. كليه وكده وناس كويسين. طيب انا مش عارفه المره طبعا يعني قصدي انت اهو قربتي تخلصي رسالتك ويتجوز وخلص ويبقى ليه حياه بقى. ما انا معاه في رسالته، بس اسلوبه ما تعرفيش يعني، طريقته حته بقى متكبر، ما عندوش رحمه بيا، ما عندوش، تحس ان هو قلب اصله معايا بطريقه ما تتوصفش. ليه كده؟ عنده عاق؟ لدرجه اخوه الكبير كان بقى يعني لو ما مسكش نفسه كان هيمسكه يضربه. هل انت كنت بتزعقي لهم وتزعقي له وهو صغير؟ ما ده شيء طبيعي يا استاذه ايمان، ده ولد. يعني كنت بتزعقي له بتضربيه؟ لا كنت بزعق، لدرجه بقى اخر مره، المره المشكله بتاعت اليومين دول، قلت له لو، وبعدين بيعايرني ان انا اتجوزت مرتين يا استاذه ايمان. طيب مش يعني دي حاجه انت عملتي حاجه حرام، انت عملتي شرع ربنا يعني. لسانك ريحك يعني؟ قلت له يعني اصرف على اتنين نايمين في البيت واطلع انا اشتغل عليهم يا ابني؟ ما انت اولى. يعني ايه قصدك؟ انك انت طلقتي عشان ولادك ولا ايه؟ مش فاهم. لا انا اتطلقت مرتين، انه ما بيشتغلوش. الرجاله اللي بتتجوزيهم ما بيشتغلوش وبتروحي متطلقه؟ ما بيشتغلوش، عايزين يفضلوا نايمين في البيت وانا اطلع اشتغل. فانت قلتي لا، ولادي اولى بقى بشغلي. اديك قلت، انا عندي عيالي متعلمين كلهم، عندي اتنين مهندسين وواحده اخصائيه اجتماعيه وواحده مدرسه انجليزي. طيب هو ايه اللي مزعله في كده؟ انت عملتيش حاجه حرام اصلا. مش عارفه استاذه ايمان، مش عارفه. سواء الجواز او الطلاق الاتنين حلال. لا انت حره. انت بقى مش مريحه نفسك. قلت له لا انا ما اصرفش على رجاله نايمه في البيت، ما لهمش اي لازمه، وغير قله ادبهم. يعني هو المفروض يبقى عنده رحمه بيكي وما ينتقدكيش وما يتدخلش في تفاصيلك كده. يا استاذه دعاء، ما بطلتش عياط، اقسم برب العزة ما بطلت عياط، وبقيت اقول له اللي انا عملته معاك عند الله. تربيتي ديت ربنا يجازيني بيها خير، اللي انا ربيتها لك وخليتك راجل وعلمتك. معلش، ما رميتكش في الشارع تطلع صايع. معلش، هو واضح ان هو عنده اثار نفسية من الطفولة كده، ربنا يهديه. يعني سمعنا المكالمه يا شيخ احمد، هو الولد. بص يا استاذه ايمان. لا انا اصلا ما عنديش هي اسمها ايمان. انا عارف. هي عشان كده بتغلط وبتقول ايه؟ ايمان ودعاء. ايمان على نفس اسمها، بس انا مش مشكله في الاسامي خالص طول عمري. بص يا استاذه دعاء، اي اسم. لما نيجي نحلل المشكله دي، اول حاجه هنلاقي ان المشكله، احنا دايما كنا نتكلم قبل كده يا جماعه في قضيه حسن الاختيار، وان ازاي الناس يعني تحسن اختيارها في سواء من الرجل او المراه، عشان في النهايه ما ينفعش ان انا اطلق والاسر يعني تهدم، وفي الاخر بيطلع لي اطفال عندهم عقد نفسيه اصلا. الاب هو في ناحيه والام في ناحيه، الاب ما بيسالش، الام هي اللي بتجري، فبالتالي بتاخده في كل حته معاه، فهو حاسس ان امه كانت عنيفه جدا معاه، ففي تركيبه كده حصلت عند الولد ده. وهي الام دي الحياه ظلمتها اصلا. ايوه، وفي الاخر هي اللي ربت يعني.
فهو ما اللي بحسش في بكده النهاية. ان هي هو مش تعبانه. حاسس بده، وبالتالي فلما الولد يكبر وخلاص خرج ما شاء الله من جامعه وهو انسان مثقف ومتعلم، مش هو محتاج لها بقى دلوقتي في المصاريف بعيدا عن ده، لكن ان هو دايما احنا نعمل ايه، نقول بعد 17 سنه، سن 17 سنه دايما اروح جاي واحد صديقي مثلا ابني احيانا ممكن لا يتقبل مني الكلام، فاعمل ايه؟ فنقول يا اخوانا من السن ده او سن ال 15 يكون لك انت صديق، صديق مقارب في السن بتاع ابنك ده، ويبدا متفهم العقليه وتقول له ممكن تكلم ابني فلان ده، ممكن تكلم محمد، ممكن تكلم حسن، اصل هو بيعمل واحد اتنين. الولد بيعمل ايه؟ يبدا يتقبل من الاخر، هو يتقبل من الاخر، احيانا لا يتقبل من الاب، احيانا لا يتقبل من الام. ليه؟ لان هو ما حسش ان يعني ان امه دي في النهايه هي صديقته، هو ما حسش بده، هو مش حاسس بابوه اصلا، ان ابوه بعيد عنه. وبالتالي فانا محتاج حد يكون قريب جدا منه، يكون فاهم وناصح، ويبدا يوعيه، يقول له خلي بالك امك دي اللي عملت، امك اللي سوت كذا كذا كذا، هي اللي شقيت، هي اللي ربت، ويبدا يحذره بعد ذلك من عواقب العقوق، لان دي نقطه خطيره جدا. وخلي بالك زي ما بتعمل في والدتك بالطريقه دي هيتعمل فيك وانت راجل داخل على جواز، وبعدين انت محتاج ربنا يكرمك ان شاء الله وتتجوز، والاولاد نعمه، احنا بنتجوز كمان من ضمن الاسباب عشان نجيب اولاد، فالاولاد نعمه، فالنعمه دي اوعى تضيع النعمه منك قبل ما تيجي. ازاي؟ بعقوقك لامك انت بتضيع النعمه اللي ربنا ممكن يديها لك، فالاولاد يطلعوا عاقين. ايه كذلك الامر بيك.